كان في سجن، والسجن هذا على زمن الأتراك، وفي الانتداب البريطاني بكوا فيه، والمحكوم إعدام بكوا جيبوه هنا على هذا السجن. سمي نور شمس. ليش نور شمس؟ لأنه كان السجن ما يشوف إلا بس ضوء الشمس لما تغرب ولما تشرق، وسمي عشان طلعت الشمس ونزلت الشمس سمي بهذا الشيء. وبعد الأثرات موجودة لحد الآن، هاي سكة الحديد موجودة، وبعدين الدور اللي كان يعدم فيها ويشنق فيها موجودة لحد الآن موجودة عندنا. وبعدين كان اللي بقى يقدر إنه يهاجم من جنزور يجي هون معه، أجا قاعد في الدور اللي موجود اللي على زمن الإنجليز ولا يزال بعدها موجودة. وبعدين صار الوكالة اللي بنوا لهم هذا المخيم. طبعاً في مدارس، عندنا مدارس ذكور ومدارس إناث للصف من صف ابتدائي لحد التاسع، 1800 طالب. وهسا كده نحن بنبني في مدرسة عندنا هون الثانوية. من مواليد قرية صبارين، 23/2/37، عشت في صبارين 12 سنة ونيف، خلصت الصف الخامس ابتدائي ما قبل 48. فقعدنا فترة في منطقة جنين من 48، طبعا في كرة وبعض الكهوف والأشجار، لأنه ما كان في هناك مجال حتى نقدر نعرف الناس اللي احنا جينا عليهم. إشي بنا خربوش، إشي بنا شادر، إشي قاعد عند ناس بعرفهم. وكانت مسلمتنا هيئة اسمها هيئة الاتحاد اللوثري في هذاك الزمن. فكان في هناك يعني احتمال إنه الناس تعود حسب ما كنا نسمع للأسف الشديد. فلما عرفوا إنه في استقرار لهاي الناس قالوا بدنا نبني مخيمات. منطقة الروحة تضم عدة قرى، طبعا هي عفوا ليس للشهرة ولكن هذا واقع، هي صبارين كبرى قرى الروحة، يحدها طبعا في بريكي، في غربة الغزاوي، في السندياني، في كنير، في ام الشوف، في خبيزي، في الدالي، في الكفرين، في الريحانية، في كيري. طبعا هاي المنطقة شرق جنوب غرب، من الشمال طبعا تبعد شوية عنا دالية الكرمل اللي هي تابعة للدروز، منها ولجاء في قرية اسمها ام الزينات، في قسم كبير من ام الزينات هون، وهذول كليات تابعين لحيفا. والله انا في عندي برضه تراث موجود، واي انسان بيجي بقول له شو ذا بقولين مفتاح، خليهم يشوفوه وصوروه، انا عندي مفتاح البيت، عندي الطنجره، عندي مصحان، يعني بعرفش البلاد وين حاطينهم. شهاده الميلاد بتاعتي صادره من حيفا، هاي مفتاح، هاي مفتاح البيت اللي انا لا ازال بمسكه وبسلمه لأولادي ولأولاد أولادي. هذا مفتاح البيت اللي أنا كنت أفتحه في إيدي وأسكر في إيدي، شايف؟
أنا عمري حوالي 86 سنة لحد الآن بتأمل إن أرجع. شهادة الميلاد بتاعتي صادرة من حيفا. هاي مفتاح، هاي مفتاح البيت اللي أنا لا أزال بمسكه وبسلمه لأولادي ولأولاد أولادي. هذا مفتاح البيت اللي أنا كنت أفتحه في إيدي وأسكر في إيدي. شايف؟ آه ولا بشتكي لها والله، ولا حد علي رحم نفسه بحطوا اللي عليها بعرفها. الشركات بدوخ من السيارات ما اقدرش اوصل. هذه المخيمات تظل اليوم ثورتنا، وفي غد نلهب الدنيا براكينا، وفي غد من خضم البؤس نبعثها شعواء تسحق ظلاما وجانينا. طلعت من بلدي وانا 14 سنه تجوزت يعني. شوف العوده حتميه ان كانت اسرائيل وامريكا ولا لا، العوده لابد منها. ولا يمكن ولا غنى لنا عن متر أرض من بلدنا.